أكثر من 100 قانون معطل، ما خطورة مثل هذا الأمر بالنسبة للشارع؟ كيف سينعكس الأمر مستقبلا على الشارع العراقي؟ هناك رفضا حقيقة في العقل الجمعي العراقي بالوقت الحاضر، هناك رفضا واضحا لفكرة التوافقية، وكذلك هناك امتعاض واضح لتعطل القوانين، لا سيما وأن هناك قوانين مهمة تتعلق بموضوع تكافؤ الفرص. من أبرز تلك القوانين مثلا على سبيل المثال للحصر قانون سلم الرواتب أو قانون توحيد سلم الرواتب وغيرها من القوانين المراد إقراره في مجلس النواب. فضلا عن ذلك هناك قوانين أخرى تمس حياة المواطن من حيث الجانب الجريمة المنظمة، لا سيما قانون مكافحة المخدرات مثلا على سبيل المثال. قوانين كثيرة لها بداية وليس لها نهاية، هذه القوانين أعتقد إذا لم يتم التوافق عليها سوف لن تمرر باعتبار أن القوانين تحتاج إلى نصف زائد واحد، والنصف زائد واحد في العراق ليس سهلا تحقيقه في ظل وجود كتل سياسية متعددة ومتشظية، ولا يوجد هناك أي رؤية مشتركة ما بين هذه الكتل السياسية سوى رؤية واحدة تشترك عندما يتم تشكيل الحكومة في إطار الاتفاق على طبيعة الوزارات والوكالات، ولكن سرعان ما يتم الاختلاف الواضح ما بعد تشكيل الحكومات.